السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا وياكم بحلقة جديدة خاصة بأحد برامج تسجيل سطح المكتب. طبعا هذا البرنامج من أفضل البرامج، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. أنا أعتبر فقط الكمتازية أضبط أو أفضل من عنده، اللي هو برنامج الـ OPS Studio. طبعا على ما أعتقد أنه يدعم فقط الإصدار أو نواة الـ 64 بت، لأنه نزلت أنا مباشرة الـ 64 بت، فما أتوقع يدعم الـ 32، ما أتوقع، لكن مو متأكد. أوكي، نبدأ بشرح تثبيت البرنامج. راح أغليكم بالوصف في المقطع الفيديو رابط تحميل البرنامج، نضغط دبل كليك عن البرنامج ونضغط Next، ننتظر يثبت البرنامج. اوكي، تم تثبيت البرنامج، راح نضغط على فينش. نفتح واجهة البرنامج، نتعرف على البرنامج الاجزاء الاساسية، ايضا ممكن مشكلة تواجهنا بالبرنامج نحاول نحل. هاي الواجهة الاساسية للبرنامج، راح نضغط على كانسل. طيب نحاول نكبر البرنامج. طبعا يدعم اللغة العربية، راح نختار سيتنج ومنا نغير اللغة، هاي اللغة العربية. اوكي، طبعا الريزولوشن مال الحاسب اللي دا استخدمها ما مسويها، فنضغط يس. البرنامج راح يسوي ريستارت. اوكي، مثل ما نشوف ان البرنامج حاليا شنو، حاليا دارك اللي هو مظلم او افتراضي. اوكي، هذا الثيم اللي انا اختاريته. اوكي، ان هاي اذا تريد تسوي بث مباشر، البرنامج يدعم البث المباشر، هذا يحتاج له شرح واحد. منا المخرج، اوكي، هنا نوع المخرج بسيط متقدم بقي هو، ومنا مسار التسجيل، مسار حفظ الاوتبوت للفولدر. فانت تريد تغيره، انا راح اغيره. اوكي، راح اخلي فولدر او مسار الديسكتوب، ننتظر ديسكتوب. اوكي، طيب سلكت فولدر او فولدر سلكت. هنا جودة التسجيل، هاي نقطة مهمة، جودة التسجيل هنا جودة غير فقودة، حجم ملف كبير جدا. اوكي، لكن اللي يستخدم اليوتيوب يرفع اليوتيوب عنده شروحات، راح يكون الحجم كلش كبير، يفضل انه انا اختار هذا الجودة عالية، حجم ملف متوسط. طيب هنا صيغة التسجيل اكيد MP4. اوكي، هاي MP4 ترى تمام، اطيمه وارجع للاعدادات مرة ثانية، كل شيء احفظه على حدة. صوت ابقيها هي صوت سطح المكتب، تمام، صوت سطح المكتب. راح نختار السبيكر الخاص بالكمبيوتر هذا، وصوت سطح المكتب ايضا السبيكر. هنا ما يخص الميكس، اوكي، هنا ما يخص الميكس. اذا تريد تفعل الميكس للصوت فتختار نفسه للصوت، وطبعا تقدر تتحكم به بالبرنامج بعدين. انا راح افعله، اوكي، وهذا الميكس ايضا، وهذا ايضا راح افعله، واقول لك شلون تتحكم بالميكس، يعني الميكس الصدى او مزج الصوت هيك. دنباوع انه كم صوت عندي موجود، هذا الديسكتوب اوديو، صوت سطح المكتب هذا اللي احنا نسجل به. هاي الميكس اذا اريد امزج اصوات او اريد صدى للصوت فاخليه، اما اذا ما اريد بمجرد ما اجي على هاي الصوت كلهن اوقفهن او اسوي لهن كلهن وقفت صوت، تمام، هذا ما يخص. نجي للاوبشن او للسيتنج مره ثانيه، الفيديو هنا الريزوليوشن الخاص بالفيديو، اختار طبعا اني 1920x1080، هذا اقصى ريزوليوشن يدعمها البرنامج، وهي فول اتش دي، ومنها دنشوف نفسها، راح ابقيها، تمام. الخطوه الاخيره او الاوبشنات الاخيره، هاي الفيديو اختارنا، هاي ما يخص الالعاب والكيبورد، العفو ما يخص الكيبورد طبعا، يعني تقدر انت تخلي اختصارات، مثلا اذا اريد اخلي ار 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 ويا فتح حرف ثاني شيفت زائد ار او الشيفت واحد، اذا افتح البرنامج واضغط الشيفت راسا ياخذني بدء بث، اذا مثلا اريد اخلي حرف الاس شيفت زائد الاس ايقاف البث، تسمى كلمه ستوب انا اختارت. هاي احنا ما نريدها ولا نلعب بالاعدادات فيها، بقيها تريد حلها. طيب الاخير متقدم، شوف شن هي، بقيها مثل ما هي. لو اجينا وشفنا حاليا كيف نضيف سطح المكتب، طبعا عندك هذا العلامه الزائد والبلاس من ناضيف، هاي ما يخص التقاط جهاز العرض، اعطي موافق. نشوف انه ظهرت لنا الشاشه الخاصه بالكمبيوتر، ظهرت لنا الشاشه الخاصه بالكمبيوتر. لو فرضنا انه ما طلعت عندك هاي الاوبشن، طلعت شاشه سوداء، حلها شنو؟ حلها كالتالي، راح نجي
على مسار البرنامج. هذا ملف التثبيت، هذا مسار البرنامج. نضغط كليك يسر، ننزل للبروبرتيز، ناخذ هذا المسار، هذا التارجت، نسوي له كوب. اوكي، نجي على الستارت او قائمه المنيو، نضغط على السيتنج، تمام، نختار سيستم بلاي العرض، نجي نختار الجرافيك، جرافيك سيتنج، نشوف اني موجوده عندي. لو فرضنا انه انت مو موجوده عندك، شنو اللي راح تختار؟ راح تضغط على البروس، خلي هنا مسار البرنامج وتطي اد، راح يضاف عندك وتنحل مشكله الشاشه السوداء لبرنامج الاو بي اس ستوديو. هذا شرحنا اليوم، خلي لك بالوصف اسفل مقطع الفيديو رابط تحميل البرنامج. اذا اول مره تزور القناه اضغط لايك واشترك بالقناه، فعل زر الجرس حتى توصلك جديد شروحاتنا المتواضعه. اسمعوني ان شاء الله تعالى مقطع فيديو جديد، مع السلامه.